إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله، الحمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي يأتيكم على تمام الساعة 5:05 من كل سبت واثنين وثلاثاء وأربعاء. وفي مثل هذا اليوم، في مثل هذه الساعة، نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى في السلسلة الماتعة الممتعة من أحكام الأسرة أو الأسرة في الإسلام إن شاء الله تعالى. نرحب به سويا، نحييه جميعا، حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا بكم، أسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم. أنتم كذلك، بالصحة والعافية. نذكر بأرقام الهواتف إن شاء الله والتي تتواصلون فيها مع هذا البرنامج بعد مضي 25 دقيقة من بداية البرنامج. تأتيكم هذه الأرقام تبعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي: 021-33-47-401، والرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. فحياكم الله إخوتي أخواتي، ننتظر أسئلتكم إن شاء الله تعالى واستفساراتكم بعد مضي 25 دقيقة من بداية المرحلة. حياكم الله شيخنا مرة أخرى وبارك الله فيكم. شيخنا، نحن اليوم في الحلقة التاسعة من هذه السلسلة الأسرة في الإسلام، وتحدثنا عن الخطبة والخطبة قبل ذلك، ودخلنا في أركان النكاح، وذكرنا شيخنا موضوع الصيغة و بعض المحل أيضا، المحل نعم كذلك ما انتهيناش منه فيما أعلم. بالضبط. نعم، وتقريبا شيخنا توقفنا عند هل يجوز خلو الصيغة عن التوقيت، يعني هل يجوز خلو الصيغة عن التوقيت أو لا، يعني هل تحدد بمدة، يعني هل تحدد بمدة؟ نعم. لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة لي، يعني النكاح عند أهل السنة مبني على الديمومة، على الديمومة، يعني لا يحدد بمدة، وإلا يصبح نكاح متعة، وهو يعني محرم عند أهل السنة، لا يقول أحد منهم به، وبالتالي لابد أن تكون أن يكون العقد مطلقا لا يتحدد بزمن، فإن تحدد بزمن فإنه يفسخ. نعم، قبل العقد، قبل الدخول عفوا وبعده. نعم نعم. شيخنا، بالنسبة ذكرت زواج المتعة، نكاح المتعة التي هو من غرائب الشريعة كما يقال، يعني حلل ثم منع ثم حلل ثم منع وغير ذلك، لكن هناك بعض الفرق الضالة وهي الرافضة متمسكين به، يعني فما أثار يعني المترتبة على هذا النكاح؟ هو كما ذكرنا قبل قليل، يعني قضية أهل السنة مجمعون على أنه على حرمته، على أنه ممنوع. نعم. يأخذ به. وما قضية يعني بعض الفرق أخذت به ورأت أن يعني نكاح المتعة عندهم جائز، وقد استندوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحله فترة من الزمن ثم منعه، وقد دلل أهل السنة على ذلك بأدلة واضحة. نعم، ويعني أنسخ هذا الأمر ولا يعمل به، وإنما يعني أحل في زمن ما لظروف ما مرت بالمسلمين، ثم بعد ذلك انتهى إلى يوم القيامة. وهذه يعني مثلها مثل شرب الخمر كذلك، وقد كان يعني ليس ممنوعا في بداية الأمر، بالضبط، وقد مر بمراحل، مراحل تدرجية. نعم، ثم بعد ذلك جاء الحكم النهائي الذي يمنع هذا الأمر إلى يوم القيامة. نعم، الله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني إن ذكرت حضرتك بارك الله فيك أنه لا يجوز يعني هذا النكاح، فهل يجوز أن يعقد الإنسان بنية الطلاق؟ وهذا يحدث، أو بعض الفقهاء المعاصرين أو الأدلة القدامى، هل أجوزه أم لا؟ يعني يعقد بنية الطلاق.
هذا الأمر يعني أخذ نوع من الكلام وكثر الكلام فيه إلى آخره. نعم. والذي أعرفه أن المسألة هي يعني كأنها هي ليست ضرورية أصلا أن يضمر الزوج الطلاق طالما هو العقدة بيده، فمن يعني الذي يلجئه إلى ذلك؟ هذه واحدة. ولما كان الأمر بيده يعني معظم العلماء خصوصا القدماء يعني عندهم يجوز هذا العقد. نعم. يجوز. نعم. طالما هو بيده. نعم. يعني المسألة نعم. هو أضمر أو لم يضمر، لأنه قد يضمر وبعد ذلك يتغير أو تتغير فكرته فلا ينفذ ذلك. نعم. وهي هي المسألة القلبية. أيوة هذا اللي أذكره. نعم. مسألة صعب التفتيش عليها. سبحان الله. نعم أو عنها. نعم. لا يفصح بها، لا يتكلم، يقول أنا أتزوج وأطلق، هذا معشنية ممنوعة هذه. نعم. لا ممنوعة، لكن إذا كان هو أضمر في نفسه أنه سيطلق هذه الزوجة التي سيعقد عليها بعد عام أو بعد 6 سنوات وكذا، يعني هي قضية قلبية لا لا. نعم. ليست. نعم. منظورة. صحيح. وبالتالي هو يعني إذا كان هو ظلمها أو كذا أو تصرف تصرفا خاطئا فهذه حسابه على ربه، ولكن العقد يقع. نعم. هذا معظم العلماء القدماء هكذا. بعض العلماء المحدثين رأوا أنه ممنوع، وبل ذهب بعضهم إلى أنه لا ينعقد، ولكن الذي أراه للعلمائنا الأولين أنه لا يمنعون في ذلك. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نسمع كذلك وهو يعني قتل بحثا، ولكن بعض الشباب يتساءلون، وحقيقة أن بعض الناس كنت أتناقش مع بعض الشباب يسأل عنه زواج المسيار، ما هو زواج المسيار هذا؟ جواز المسيار لا شيء فيه، يجوز. نعم. هو لأنه يعني في عنده شرط. هو ما هو؟ والشرط جواز المسيار ألا يذهب إليها إلا نهارا مثلا أو إلا ليلا أو كذا، يعني بحيث يكون الذهاب في وقت محدد معين ولا يذهب هكذا في العقد، يعني ولا يذهب في غيره. يعني معظم العلماء قالوا إن العقد يقع صحيحا والشرط يبطل، يعني ينتفي الشرط لا قيمة له. لا ينتفي. بل ينتفي. نعم. له أن يأتيها ليلا ونهارا ولا ينظر إلى ما يعني حصل في العقد من الفاضل. فشيخنا ما معناه هو؟ يعني هل هو جاء في 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 كتب الأولين كلمة المسيار؟ لا لا لا، كلمة المسيار لا أعرفها عند الأقدمين. إيه. أنا شخصيا تكييفه يعني. يعني من ناحية هل هو يعني على أساس أنه يتزوج ويعني تكون عندها بيت يمتيها في بيتها ولا ينفق عليها؟ نعم. عندها بيت أو حتى في بيته. نعم. ولكنه يشترط لها ألا يذهب ألا يذهب إليها وأن لا يبيت عندها مثلا إلا في ساعة من النهار أو ساعة من الليل، وبقية اليوم لا يراها ولا تراه. بس هو عقد مختمل الشروط يعني بقية الأمور. نعم. من الولي والصيغة والمحل وكل شيء. كل شيء فيه إلا هل الشرط هذا الشرط. والشرط باطل. الشرط باطل والعقد صحيح. شيخنا إبطال الشرط هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله باطل. هذا المقصود من هنا يعني. نعم. هذا الذي طبق عليه. نعم. هذه يعني قضية بريرة هي. قضية البريرة عندما جاءت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها يعني تطلب منها أن تشتريها من أهلها وتعتقها، ويعني والولاء لهم هكذا اشترطوا. قال يعني اشتريها واعتقيها والشرط لا قيمة له هذا. يعني وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم وبين في هذه المسألة وقال ما بال أناس يشترطون أشياء ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبين بطلان هذه الشروط. نعم. نعم. في شيخنا في مسألة المحرمات من بالنكاح وكذا، المرأة المخطوبة المحرمات من النساء، المرأة المخطوبة واحد يعني أنا خاطب امرأة وجاء واحد خطبها و لا، هي ليست من الممنوعات بمعنى الاصطلاح الذي ذكرنا، لكن احنا تكلمنا تقريبا او شيء سريع بالذات هذه المسألة فاتت تقريبا. نعم. لو شيء سريع. نعم. ان احنا ان يعني الحديث الذي منع
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. فمنع قضية الخطبة على الخطبة، ومنع قضية السوم على السوم في المبيعات. نعم. إذا واحد يساوم ما زال يعني لم ينصرف، ما زال يتناقش هو بين البائع والمشتري، فلا يجوز لأحد أن يفسد عليهم ذلك، فيدخلوا نعم عليهم بعقد جديد في البيع، لأن هذا يفسد العلاقات بين الناس. وما بولى في قضية الأنكحة، ولذلك نعم عندنا إذا كان يعني الخطبة تمت بينهما، يعني بعض العلماء عندهم إذا ذكر المهر، هذه قضية ثابتة لا يجوز بتاتا أن يخطب على خطبته، وبعضهم قال لا، ليس ذكر المهر شرطا، وحتى لو لم يذكر المهر ولكن وجد ركون، ركون من الزوجة أو من وليها، فهذه المسألة خلاص لا يصح أن يدخل إنسان آخر فيخرب هذه العلاقة. لكن علماءنا فصلوا في ذلك، فقالوا يعني المسألة تعتمد على قضية من هو الخاطب الأول ومن هو الخاطب الثاني. إذا كان الخاطب الأول يعني رجلا صالحا فالمنع مطلقا، لا يجوز أن يخطب أحد على خطبته، وإذا كان هذا الخاطب الأول فاسق صالح. والثاني لا يهمنا صالحا أو فاسقا، لا يجوز. وأما إذا كان صالحين فكذلك، الأول والثاني كلاهما متسمون بالصلاح، لا يجوز أن يخطب على خطبته. أما إذا كان الأول فاسقا والثاني صالحا فيجوز أن يخطب على خطبته حتى ولو حصل ركون. نعم، ولأن الشرع يعني راعى قضية المصلحة في هذه المسائل، فالصلاح نعم له دور كبير في المجتمع. نعم، عندما يطبق الشرع. نعم شيخنا، إذا ذهب وإنسان أرسلوه يخطب امرأة لشخص فهو خطبها لنفسه، فهل يجوز هذا يعني؟ أو خطبة نفسها على خطبة أخيه؟ لا، هذه وكالة هي من قبل أحد الخطاب، لهذا الموكل اللي هو الوكيل. نعم. فيعني هذه القضية ليست ممنوعة، هذه حدثت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، سبحان الله، فقد وكله ثلاثة أشخاص، منهم ابنه، نعم، ومنهم الوالي، ومنهم أحد كبار الصحابة، فذهب إلى البيت المعروف هذا الذي بعثه إليه واستأذن فأذن له ودخل، وكانت المرأة في غرفة تسمع الكلام. نعم. فقال بعد أن يعني بسمل وحمد الله سبحانه وتعالى، يعني هذه فهمنا منها أن الخطبة يستحب أن تقدم بخطبة، خطبة ثم قال لهم يعني أنا جئتكم لأخطب فلانة، وقد أوصاني فلان وتعرفونه كذا كذا، وفلان وتعرفونه، وفلان وتعرفونه، وعمر بن الخطاب، سبحان الله، خطب لنفسه. فكانت المرأة تسمع، فقالوا تكلمت من غرفتها، قالت لو أجاد أمير المؤمنين؟ قال نعم جاد. قال زوجوه. الله أكبر. فزوجوه. والله ما تلقى أحسن منه. زوجوه. نعم. زوجوه. نصيبها والله. نعم. شيخنا، في شروط مقترنة بالعقد قبل أن ندخل في الشرط الركن الثالث، هل هناك شروط يقتضيها العقد غير مخالفة وشروط غير مناقضة للعقد يعني؟ لا لا لا، العقد كما ذكرنا لابد أن يعني تتوفر أركان النكاح كما ذكرنا، أن يكون هناك محل، وأن يكون هذا المحل توفرت فيه الشروط التي ذكرناها. نعم. من في المرأة وفي الرجل، وأن يكون هناك مهر، ولكن المهر عند كثير من العلماء حتى لو لم يفصل ويذكر بدقة، فإنه يلزم منه مهر المثل. نعم. نعم.
وأن يشهد على هذا العقد وعند الملكية كما ذكرنا في الحلقة الماضية. نعم. أنه ليس بشرط في العقد وإنما هو شرط في الدخول، فالمفروض ألا يدخل بزوجته حتى يشهد على هذا العقد. المقصود بالإشهار كذلك. ولو في آخر لحظة، للإشهار أحيانا قالوا يتم حتى بقضية بدون شهود، إذا يقوم مقامه أحيانا. يقوم مقامه. أيوة، لكن الشهود الأصل فيه نعم أن يكون هناك شاهدان عدلان. نعم. وأما إذا كثر الشهود فلا تشترط العدالة. نعم، وإنما الكثرة تكفي عن العدالة. نعم. العقد يا شيخ إذا كان واحد بيعقد على يعني، وسمعنا دعوات للأسف يعني، كافر يعقد على مسلمة، كافر يعقد على مسلمة، غير مسلم بيعقد على مسلمة، العقد هذا كيف يا شيخ؟ هذه ممنوعة. نعم، ممنوعة منعًا باتًا، يعني قضية. وإنما هو الخلاف الذي أعرفه بين الفقهاء هي قضية إذا كان الزوجان كافرين ثم أسلمت المرأة، تمام، فهل يعني يفسخ النكاح فورا أم ينتظر ما لم تخرج من العدة لزوجها لعله يسلم؟ وأما يعني الفتاوى المعاصرة يعني حتى هي في هذا في هذه القصة بالضبط. وليس في قضية أن الكافر يأخذ على مسلم ابتداء، وإنما كان كافرين ثم أسلمت المرأة. بعضهم الآن من المعاصرين الذين ينادون بذلك يقولون إن زوجها يستمر عليها، لكن من الأصل هي كافرة ومن الأصل هو كافر ثم بعد ذلك دخلت الإسلام. أما كون الكافر يعقد على مسلمة ابتداء من جديد فلا أعلم أحدا يقول بذلك. ما يعني العلماء الأوائل ما فيش حد قلبي. نعم، هو ذاك. جزاكم الله خيرا. هو هذا يحدث في بلاد الغرب للأسف شيخنا، ويحدث إشكال كبير يعني أنها لما تسلم المرأة والزوج غير مسلم فيصعب عليها أن تترك زوجها، يعني فهذه فيها إشكالات كبيرة. جيد، هذا يعني هذه يفتح مجالا للدعوة بالضبط، تقنعه بالقضية هذه، خصوصا إذا كانت العلاقة بينهما طيبة جدا. وهي حديث عهد، هي حديث عهد بإسلام. يصب عليها شيخ أن تقولها والله أتركي وكذا، ما لا تتصور هذه الأشياء، يتدرج معها شيخ مثل هذه المسألة لعله. هو هي القضية أن تفهم هذه المرأة يعني بأن مسألة الإسلام يعني شرط في قضية الزواج، وبالتالي يعني هو لماذا لا المسلمة لا تتزوج كافرا؟ نعم، هذا السؤال. لأنه لا يعترف بدينها، بالعكس يعني لما يتزوج مسلم كتابية هو يعترف بدينها. نعم، ولذلك ما فيش إشكال، فهو لا يسب ولو حتى سرا، لا يسب نبيها ولا كتابها ولا غير ذلك، فالقضية يعني تختلف تمام الاختلاف. نعم، لكن يعني مسألة يعني المرأة إذا كانت مسلمة ثم تزوجها كافر فدينه على النقيض من دينها، وقد يتصرف تصرفا أهوج، لكن لعل ليصلح هذا هو أنه في فترة انتظار لعله يعني يدخل الإسلام، وهذه حدث لكثير من الناس. أما إذا كان هو إذا كان المسألة حتى المرأة هو إسلامها غير اسمي فهذا لا ينفعنا في مثل هذا الأمر. نعم. شيخنا يشترط في العقد أحيانا يعني ألا يأخذها بعيدا عن أهلها أو لا يتزوج عليها امرأة أخرى، لا يعدد يعني، فهل هنا العقد صحيح؟ العقد صحيح. نعم، العقد صحيح، وقضية ألا يخرجها من بيتها أو من مدينتها بعض العلماء أجازوا ذلك، قالوا تنفذ، هو العقد ثابت صحيح. نعم. لكن هل ينفذ بعد ذلك أو لا؟ يعني بعض العلماء قالوا يبطل الشرط بعد ذلك يبطل. كما ذكرنا في المسألة الأولى. وبعضهم قالوا لا يبطل، وهذا كأنه عهد ووعد فالوفاء به مهم. نعم، فيوفي بها بعهدها. وأما الزواج بغيرها فلا ينفع هذا الشرط أبدا، فله أن يتزوج. نعم شيخنا، يعني وما دام تطرقنا هذا الموضوع، ما هي شروط الواجبة تحققها في الزواج من الرابعة والأولى والثانية والثالثة؟
يعني هل هناك شروط معينة وضع الشارع؟ يعني نسمع كلام يقولك والله لا يتزوج الرجل إلا إذا كان زوجتها مريضة، أو إذا كان عندها كذا، عندها مشاكل، أو هناك شروط يعني يجب أن تتحقق في الزوج حتى يستطيع أن يكون له القوامة على الثانية والثالثة والرابعة؟ لا، هي ما عندناش شروط احنا يعني واضحة ومبينة في قضية اشتراط الزوج أن يكون له أكثر من زوجة، إلا إذا كان لديه القدرة. احنا قلنا القدرة الضرورية، القدرة المادية والقدرة البدنية كذلك. نعم. إذا كان هو لا 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 لا, لا يطأ النساء مثلا، نعم، عند عجز أو غيره، هذا لا يجوز طبعا. لكن قالوا إلا إذا رضيت الزوجة، إذا رضيت لا يفسخ العقد، وأما إذا لم ترضى لا 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 لا, لا ينفع هذا. نعم، لا ينفع هذا الشرط. وأما قضية كونها مريضة، هذا لنا معه قصة، قضية المرض سنتحدث عنه إن شاء الله. المسألة الأخرى، له قدرة على الإنفاق، إنفاق يعني لما يكون زوجة لابد أن ينفق عليها، وإذا كان له زوجتان لابد من الإنفاق عليهما، وهكذا ضروري. نعم، فإن لم يكن قادرا إلا على نفقة إحداهما فلا يجوز له أن يعقد على غيرها. نعم. وهكذا. نعم، إذن النفقة والعدل بين الزوجات وهذه مسألة أخرى، ونعم، نبهتنا إليها، وهي قضية العدل بعد ذلك. نعم. بعد أن يعقد عليهما ويدخل بهما لابد من العدل بين الزوجتين. والعدل فصله علماؤنا وقالوا هو عبارة عن المبيت والدخول في المحل إلى آخره، هذا لابد من أن يتم فيه العدل. نعم، إما يعني يوم بيوم أو ليلة بليلة أو يومين لكل منهما أو غير ذلك، واستثنوا من ذلك عندما يعقد على امرأة أخرى جديدة، فإذا كانت بكرا فلها الحق في إقامة الزوج عندها 7 أيام، هذه تختص بها، ثم يبدأ الحساب من جديد والترتيب. وإذا كانت ثيبا فلها الحق في 3 أيام، ثم يبتدئ بعد ذلك الحساب معها. بقي لنا كلام جره كلامكم، وهو قضية المرض. يعني هل يجوز أن يعقد المريض على امرأة، أو هل يجوز أن تعقد المريضة ويعقد عليها، أو يعقد عليها على رجل ولو كان صحيحا؟ عند المالكية لا، إذا كان المرض مخوفا لا يجوز ذلك، لأن هذا يعني ينظرون إليه من باب سد الذريعة ورعاية المصلحة، لأن هذا الذي في يعني الذي المرض الذي يقصدونه هو المرض المخوف كما ذكرنا، مش أي مرض. نعم. نعم، فإذا كان المرض مخوفا معناها لماذا هذا العقد؟ إذن هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تضييق على الورثة وإدخال وارث جديد. نعم، بدل من كانوا الثمن سيقسم بين أو سيعطى لزوجة واحدة، سيقسم بين زوجتين مثلا، وإذا يقسم بين 4 إذا كان مثلا فيها 4. فهذا الأمر منعه الشارع. مالكي عندهم يفسخ. نعم، إذا انتبه إليه فيفسخ ولا لا ترثه ولا يرثها. وأما إذا كان يعني صح المريض بعد أن عقد في حالة المرض صح، نعم، والحال أن المرأة صحيحة، فإن هذا العقد يعني يستقر، يرجع تمام صحيح يعني، ولا تطلق منه. فيعني مسألة المرض هذه يعني تكلم فيها المالكية، وهي من شروطهم أن تكون صحيحة. وأعيد وأكرر لئلا أفهم غلطا، أن المرض الذي نتحدث عنه هو المرض المخوف، وهو الذي يعقبه الموت. نعم، فأما إذا كان المرض عادي واحد رأسه يوجع فيه ولا قدمه ولا غيره، نعم، فلا نعم، فلا يؤثر علينا. نعم، في أمراض. وقد ذكرنا أنه إن صح المريض فإن العقد يستقر. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، بالنسبة للعقد على المرأة وهي في العدة،
يعني أو بالأحرى يعني ما هو التعريض المأذون به في العدة يعني كما ذكر جاء في القرآن يعني؟ نعم نعم، الأصل فيها أن العدة فيها ما زالت حقوق أو بقية حقوق للمعتدة منه، سواء كان يعني مطلقا أو كانت قد توفي عنها، ما زالت في بعض الحقوق متعلقة بالمرأة، وبالتالي لا بد من مراعاة هذه الحقوق. ولذلك في قضية الوفاة بالذات عندنا قضية العدة، وعندنا كذلك مسألة الإحداد وهي الامتناع عن الزنا. نعم، الامتناع عن الزنا وامتناع عن الخروج. هذا الشيخ امتناع عن الزنا على المرأة المتوفى عنها زوجها. أيوة. لكن المطلقة نعم لا. إيه. المطلقة لا بأس بالزنا لزوجها. ما فيش مشكلة. نعم. نعم. إيه. فهذه المسألة إذن المراعاة لشعور هذا الذي كانت عنده في حالة الوفاة والطلاق لا بد من مراعاتها، ولذلك العدة ممنوع فيها الخطبة إلا من قبل الزوج المعتدة منه، إذا كان نفس الزوج طلقها يعني مش طلاق، لأن الطلاق هو طلاقان، طلاق رجعي وطلاق بائن. الرجعي هذا ما زالت زوجة كما هي، وبالتالي حتى لو خطب شخص هذه المرأة التي هي معتدة في النكاح من طلاق رجعي، هذا يعتبر قد خطب امرأة تنفي عصمة زوجها بالضبط. وقالوا حتى لو وطئها فهذا من باب الزنا، ولذلك لا يؤثر علينا بعد ذلك. فإذا طلقها في فترة أخرى زوجها طلاقا عاديا وخرجت من عدتها وبانت منه، له أن يتزوجها هذا الذي وطئها في أثناء العدة مثلا. نعم. أو خطبها. أما في الحالة العادية فإن يعني خطبة المرأة في حالة الاعتداد ممنوع، لا يجوز. نعم لا يجوز. نعم. وإنما يجوز كما ذكرتم قبل قليل قضية التعريض. نعم. والتعريض هو الحقيقة توسع فيه الفقهاء، يعني فقط استثنوا ألا يصرح لها وألا تصرح له كذلك، لا من الزوجة ولا من الرجل، لا يصرحان بقضية النكاح. وأما قضية إني لراغب وكذا أو ما يشابهها، هذه عندهم فلا بأس بها. واختلفوا في قضية الإهداء، هل يجوز للرجل أن يهدي للمرأة في عدتها؟ فبعض العلماء قالوا نعم، لأن الهدية أحيانا تكون لغير ذلك وأحيانا يشتم منها ذلك، لكن على كل حال يعني الخلاف هذا مهم جدا، ولعل الابتعاد عن قضية الإهداء يعني أحوط. نعم. نعم. فإذا الخطبة للمرأة المعتدة لا يجوز بتاتا، باقية يترتب على ذلك أحكام. أحيانا يعني يخطبها ثم يعقد عليها في العدة كذلك، وأحيانا حتى يدخل بها في العدة. فهذه عند المالكية وقد تشددوا في ذلك تشددا كبيرا، وهي قضية تأبيد التحريم، هي محرمة على التأبيد عليه، حتى إذا خرجت من ذلك كله فلا يجوز له أن ينكحها أبدا حتى ولو بعد زوج آخر. سبحان الله. نعم وبحمده. شيخنا وجهة نظرهم يعني الفقهاء والعلماء، وجهة نظرهم أن التشدد في قضية حرمة المعتدة جاء يعني كأنه جاء تشددا كبيرا فرتبوا عليه ذلك، لكن أكثر يعني أكثر ما اعتمدوا عليه هو أحكام بعض الصحابة. نعم. نعم. وخصوصا عمر الخطاب رضي الله عنه كان متشددا في هذه المسألة تشددا كبيرا. نعم. شيخنا نستقبل بعض المكالمات، بارك الله فيكم واعتذر على المقاطعة. نعم أخي سليم من مصر، تفضل يا سليم. مرحبتين بك أخي. السلام عليكم. تفضل يا حاج سليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا شيخ عبد الباسط، والشكر موصول إلى شيخنا الفاضل العلامة حمزة بن فارس، جزاكم الله كل خير. وإياك يا أخي سليم، بارك الله فيك.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ لو سمحت يا عبد الباسط. وقبل نسأل الأسئلة يبي يقول المجرم حفصر والزمرة اللي معاه العاصمة يموت عليها تريس لا تملك أبو ظبي ولا باريس، ومصير الطغاة قريبا إن شاء الله تعالى إلى مقر مختلف الرجمة والرجمة إن شاء الله. آمين. الله ينصرنا رب. بارك الله فيك حاج سليم. على بركة الله نبدأ بالسؤال الأول. الزوجة التي تزوجت عدة أزواج، من يكون زوجها يوم القيامة؟ عدة أزواج. طيب. السؤال الثاني، شاب مسلم تزوج بفتاة وبعد خمس سنوات توفيت الزوجة، مع العلم أن الزوجة المتوفية لها أملاك وعقارات وثروات هائلة. هل يجوز شرعا للزوج أن يرث من زوجته مع العلم أن ليس لديه أطفال؟ السؤال الثالث والأخير، ما حكم دعوة القراء لقراءة القرآن الكريم عند القبر بعد دفن الميت؟ شكرا جزيلا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. واضح واضح واضح. طيب حاضر. وإياك يا سيدي وإياك. نعم عمر من مصراتة، تفضل يا عمر، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ عبد الباسط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربي يجمع شمل الليبيين يا شيخ عبد الباسط. أنا ما عندي سؤال يا شيخ عبد الباسط، لكني بنفسي عليكم وبارك الله فيكم في شيوخ دار الإفتاء في علماء ليبيا. الله يسلمك. ونبي أهلنا اللي مؤيدين لحفصر بالذات. قال لي بيقول كلام هيك مش لايق ما يقولهاش على قناة التناصح. نعم للأسف يا أخي، بارك الله فيك والله للأسف. هو تو بياخذ التليفون، بيرفع التليفون، بياخذ سؤال، ما خلي راجل يسهل يستفيد العامة تستفيد الكل. هو بمجد حفتر يمجد حفتر. لكن ما بارك الله فيك يا أخي، شكرا جزيلا. مش باهي هذا. نعم للأسف. إن شاء الله ربي يعطيكم الصحة ويحفظ علمانا كل منهم يا الله، وإن شاء الله ربي يجمع شمل الليبيين يا الله يا كريم. نسأل اللهم أمين. بارك الله فيك يا شيخ. يا أخي عمر شكرا جزيلا، بارك الله فيك وإياك سيدي. نعم هل هناك متصل آخر؟ نعم أم الشهيد، تفضلي يا أم الشهيد، تفضلي. نعم. السلام عليكم يا شيخ عبد الباسط. أنا عندي سؤال والله. ورحمة الله وبركاته. نحيي القناة بتاعكم وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. الله يبارك فيك يا اختي، الله يبارك فيك. ايوه عندي الحاج والله شنو هو مريض يعني شتك في الشخص هيك ما عادش يصلي، يعني يقول له صلي دمك ما عادش ما فقد يعني ما عادش في الذكرى بتاع ما عادش ما يصليش يعني مريض يعني هو يعني غاب عليه يغيب عليه دهنه يا اختي، يغيب عليه دهنه يعني ما عادش خلاص ما عادش يتذكر. ما عادش الدجاجه جالت على الدماغ يعني لا بيصلي تقول ايش يعني تصور ما عادش يصلي. مسكين. أيوة. الله يشفي حاز. اسمعي كلام من الشيخ، تسمع الإجابة يا أختي، تسمع الإجابة من الشيخ. الشيخ حتى هو في سنة. شكرا جزيلا إن شاء الله. مع السلامة. شكرا جزيلا يا أختي، شكرا. نعم مع السلامة يا أختي، مع السلامة. نعم هناك متصل آخر ونبدأ بالإجابة على الأسئلة. علي تفضل يا أخوي علي. يا أهلا وسهلا بك علي، تفضل يا علي. يا شيخ. نعم يا علي تفضل، أهلا وسهلا يا علي. مرحبتين بك. نعم يا علي انقطع الاتصال. مرحبتين يا اخي علي، اهلا وسهلا بك، تفضل يا سيدي، اهلا وسهلا. مرحبتين يا شيخ. الو نسمع فيك يا علي، انا نسمع فيك راهو، نسمع فيك، تفضل يا اخي الكريم. نحب نقول لك نعم. من المتصل الاخر؟ نعم يا اخي تفضل يا علي. انقطع الاتصال بعلي. شيخنا لعل ناتي على الاسئله. اي نعم بارك الله فيكم. شيخنا الاخ سليم من مصراته يقول يعني زوجه تعدد عده ازواج ومن يكون زوجها يوم القيامه؟ يعني زوجه تزوجت عده ازواج يعني ويموت كل مره طبعا يموت وتزوج يموت وتزوج، قال من يكون زوجها يوم القيامه؟ او تطلق ويزوجها اخر وكذا. اي بالضبط كل هذا يحدث. تحدث عن ما عندناش يعني دليل قاطع في هالمساله هذه، لكن محل اجتهاد للعلماء وقد اختلفوا في ذلك. منهم من قال
إنها لأول أزواجها. نعم. ومنهم من قال إنها لآخر أزواجها، ومنهم من توسط بين الأمرين وقال يعني من كانت علاقتها به طيبة ومنسجمة أكثر من غير. هذه الثلاث أقوال موجودة للعلماء في هذه المسألة. نعم، ليس هناك دليل يعني. لا لا ليس عندنا دليل. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. لكن الظاهر، عفوا تفضل شيخنا، الظاهر والله أعلم يعني أن تكون لآخر أزواجها، هذا الذي أراه، نعم، أو فهمته من القراءة في مثل هذه المسألة. أما برهان قاطع في هذه المسألة أو حجة من القرآن أو السنة لا وجود. واستأنست لذلك لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن زوجاته يعني لا 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 يعني سيكن أزواجا له في الجنة. نعم، فإذا يعني هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد تزوج بعد بعده أزواجهم، لكن بالنسبة للسبق نعم. ولذلك هذه يعني كأنها ترجح لنا أنها لا تكون لأول الأزواج. نعم، والله أعلم. وهل يكون لعل يكون شيخ لأصلح الأزواج؟ نعم، هذا بعض الناس قالوا ذلك. نعم، نسأل أحفظكم شيخنا. نعم. بارك فيكم. نفس الأخ سليم يقول شاب مسلم تزوج وبعد 5 سنوات توفيت الزوجة وليس عندها أولاد، هل الزوج يرث هذه الزوجة؟ طبيعة الحال نعم. هذا السؤال اللي سألته، نعم فهمت منه يعني. يرث إذا كان هذا هو السؤال. هذا السؤال. يرث من زوجته نعم التي توفيت عنده، سواء بقيت شهرا أو بقيت سنوات أو بقيت أكثر من ذلك. فإذا لم يكن لهذه الزوجة أولاد لا منه ولا من غيره فإن له النصف، وإن كان لها أولاد منه أو من غيره حتى من أزواج قبله فله الربع. نعم، واضحة المسألة. نعم. شيخنا يقول ما حكم دعوة بعض القراء القراءة على الميت في المقبرة؟ قراءة على الميت يعني فيها نقاش بين العلماء وخلاف كثير، كثير منهم يقولون إن ذلك ممنوع يعني ولا يصل ثوابه إلى الميت، وبعضهم يقول ليس الأمر كذلك، وفيه كلام كثير جدا. تنقل قصة عن الإمام أحمد، نعم، رحمه الله تعالى، يعني ذكرها الشيخ الألباني في تعليقاته على كتاب الجنائز، ويعني حاصلها أنه مر مع أحد أصحابه على شخص يقرأ قرآنا في مقبرة، فنهاه الإمام أحمد عن ذلك فتوقف الرجل، ولما مروا خطوات يعني أتى هذا الرجل الذي يصاحب الإمام أحمد بأثر يدل على جواز ذلك، ويبدو أن الإمام أحمد اقتنع به حسب النقل، فقال له ارجع فقل له يستمر في قراءته. والمسألة خلافية على كل حال. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. مشاهد يقول عندها زوجها يبدو أن يعني صارت له جلطة في راسه، والآن هو مريض ويذكروا فيه يصلي، معش يصلي شيخنا. خلاص هذا ما عليه شيء طبيعة الحال. نعم، إذا فقد الإنسان عقله ولا يعني يضبط قضية الصلاة أنها مفروضة وأن وقتها كذا أو أن شروطها، فلا شيء عليه، خلاص. نعم، مرفوع عنه القلم هنا. نعم. طيب شيخنا، هو توقفت الأسئلة، بس حتى تعود الأسئلة نرجع إلى محاورنا شيخنا. يعني من الزانية التي يحرم الزواج بها؟ الزاني والزانيات وفجل، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، والآيات يعني. نعم، أكثر العلماء يقولون الممنوع الزواج بها، وأنه لا يتزوجها، كأنها نوع من التقريع، يعني لا تتزوجها إلا زاني، وهي لا تتزوج إلا وزاني لا يزوج إلا هي، أي زانية. فقالوا هذا من باب يعني كأنه اللوم وكذا، لما يعني كأننا نصفه بهذه الوصف للإقلاع عن هذه الصفة. لكن على كل حال حاصل المسألة، إذا تابت الزانية وثاب الزاني فلا مانع، وصرح بها المالكية، لا مانع عندهم من أن يتزوجا سواء الرجل أو المرأة، ولا يعني ولا يمنعان من ذلك،
نعم إن حصلت التوبة، وإنما الممنوع من كان يستمر في هذه العملية ولم يتوب منها. مجلس العقد عليها يعني شيخ عقد على الزانية لا يجوز. يجوز لا، زاني يعقد على زانية هنا يعني؟ لا، إذا كان هي كان هو مستمر يعني زنى فيها، هو زنى فيها، زنى في هذه المرأة، ويحدث هذا بالقوانين الوضعية شيخ، يا إما يسجن أو يؤمر بالزواج منها، هذا في القوانين الوضعية. لا لا لا، إحنا ليس ما هناكش هذا في الشريعة قضية الجبر أعرف، ولا قضية السجن. وإنما عندنا المحصن هذا يرجم، وغير المحصن يجلد. نعم. وبالنسبة لأما العقد عليها يعني من زنى بها هل يعقد عليها بعد ذلك؟ نعم، وعند المالكية وأكثر العلماء فقط يجب أن تستبرأ من ماء الزنا، يعني تبقى الفترة بحيث تحيض. أيوة. كم يعني؟ تحيض. نعم. بحيضة واحدة. نعم. لا لا لا، الأمة الحرة أكثر من حيضة، والأمة حيضة واحدة. المهم المسألة حتى لا تختلط المياه، نعم، الماء الحلال والماء الحرام، ثم له أن يعقد عليها. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، الركن الثالث الولي، يعني ماذا يعني الولاية على المرأة؟ ما هي شروط صحة الولاية يعني؟ الولاية يعني هي القيام بأمرها، هذا الأصل، ولكن احنا نتحدث عن الولاية في النكاح. نعم. وهو يعني من يجوز له أن يزوجها. والولاية يعني قسمان، قسم يعني ولاية المجبر، من له أن يجبر المرأة على أن تتزوج، والولي غير المجبر. على أن الولي المجبر بحسب كلام الفقهاء هو الأب، الأب نعم، هذا له أن يجبر على رأي الجمهور. بالنسبة للأحناف لا يجبرها، وأما الجمهور يجبرها. سواء كان بكرا ولا ثيبا يعني هنا؟ لا لا لا، نحكي على البكر. على البكر؟ إيه، البكر. نعم. ونتحدث عن مسألة ما لم يرشدها، إذا يعني يجعلها رشيدة، هذه الألفاظ معروف في الفقه. نعم. يعني إذا رشد الأب ابنته فإنه لا يجبرها ولو كان أباها. أما إذا يعني لم يرشدها، يعني ما زالت على يعني حالها من الصغر، وهي كما ذكرنا إحنا ما زالت بكرا، فله أن يجبرها. لكن هذا الجبر، لأن هذا يعني يأخذ لغطا كثيرا بين الناس. نعم. لكن الشرط بتاع أن لا يزوجها من معيب أو دونها في شروط الزواج أو كذا، وألا تكون إلا يعني بـ 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 بإنسان يعني مساوي لها في قضية الشرف وفي قضية نعم من يرى. لكن لا، هي شيخ لا ترغب فيه محبة، يعني هي لا تميل إليه يعني. هي لا تميل إليه، ما تحباش يعني، هي ما ترغب فيه جاب المحبة يعني، ما ترغبش فيه، ترغب فيه شخص يساويه وكل الشروط موجودة، لكن هي مسكينة لا ترغب في هذا الشخص، في شكله مثلا أو في هذا اللي حكينا عليه احنا، المعيب. أيوة. نعم. الذي نعم. لا، المعيب قلنا هذا لا بالضبط، لكن إذا كان الشخص لا شيء فيه، الميل القلبي قصدي يعني، حتى الميل القلبي. لا، الميل القلبي لا يشترطوا. نعم، لا يشترطوا. ولذلك الأحناف بارك الله فيهم هم يعني قالوا حل إشكالات كثيرة الأحناف في فقههم، قضية الأحناف عندهم إذا يعني تم الإجبار، تم الإجبار رغم أنف المرأة، مع أنهم لا يقولون بقضية الولي، يعني تستطيع المرأة أن تعقد على نفسها، قالوا يعني المرأة إذا فعلت ذلك ويعني الأولياء لم يعجبهم ذلك لهم أن يفسخوا العقد. نعم. لكن يعني إذا تم جبرها بغير معيب بطبيعة الحال، طبعا، فإن العقد صحيح. نعم، ويتم ذلك النكاح. طيب شيخنا نستقبل المكالمات. نعم، أخي عبد الرزاق من مصراتة، تفضل يا عبد الرزاق، تفضل يا أخي. ألو عبد الرزاق. أهلا وسهلا عبد الرزاق. أهلا
مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا بقول لك حياك عندي واحد صديقي. ايه عندي صديقي. نعم نسمع فيك عبد الرزاق تفضل. مصاب بالمرض دايل. خيره؟ مصاب بالمرض وتعافى في الحبوب ومن قبل مصاب؟ بشكل وجات طلب الفرقة مرتين وجات الفرقة مرتين وتوا المرة الثالثة اتفق على التراك بتاعها وهو واخد علاج واخد حبوبها، هل يجوز التراك بتاعها ولا ما يجوز بس؟ ويعني الحبوب هذوما يخلوه في غير وعيه يعني يا عبد الرزاق؟ ايه بدون وعي بدون وعي مرات حتى لقوا فيه طايح حكي منهم لقوا فيه مي ولقوا فيه المستشفى. بدل ما ياخذ جرعه بيقول ياخذ حبه تمام ياخذ مرات غير محبات تبع نفسه في بداية. لا حول ولا قوه الا بالله، يا لطيف يا رب، بس الله يشفيه يا رب. طيب يا اخي شكرا يا عبد الرزاق، شكرا. اخ عبد العالي من سبها، عبد العالي تفضل اخي عبد العالي. مرحبتين كيف حالك الشيخ عباس؟ مرحبتين يا اهلا وسهلا يا عبد العالي، تفضل يا اخي اهلا وسهلا بك تفضل. علي ابوك شيخ. تفضل يا عبد العالي. للاسف يبدو انه انقطع. شيخنا بارك الله فيك نجيب عن سؤال الاخ علي، يقول واحد صديقه مصاب مسكين بمرض يعني وياخذ في حبوب يبدو انها حبوب مهدئه او حبوب يعني لا ادري ماذا تسبب يعني للانسان هذا، وطلق زوجته قبل في سابق مرتين وزاد طلقها الثاني وهو اخذ حبوب، يعني هو ياخذ ويبدو انه يعطينا يعني الدكتور ممكن حسب فهمت منه يعطيه بجرعه بسيطه وياخذ اكثر شويه يكثر في الحبوب. هذا فهمت منه؟ لا أعرف، هو لأن قضية الحبوب هذه قضية هذا في الجنون مثلا قضية جديدة. لا 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 جنون ولا حاجة، هذا يعني يعني أقص شيء في هذه المسألة هي قضية من تناول خمرا، لكن يعني من تناول مسكرا يفرقون بين المسكر الحلال وبين المسكر الحرام. فإذا كان الحبوب هذه أنا لا أعرف تفاصيلها، إذا كان هي مما تباح لبعض المرضى نعم. وكذا وقد يعني أثرت عليه فطلق وأثناء انغماسه فيها هذا الطلاق لا يقع. أما إذا كان هي من الحبوب الممنوعة معروفة يعني وأن التي وهي التي تغيب عقل المسلمين فطلاقه يقع عند أكثر العلماء، طلاق السكران نعم خصوصا المالكية عندهم طلاقه يقع وكذلك جنايته تقع نعم. أما أموره أما أموره المالية وكذا فلا نعم لا طلاق في إغلاق، ما معناها يعني مش هنا يعني خلاص عقلها في الإكراه في الإغلاق معناها إكراه في الإكراه ليس نعم. يعني ذهاب العقل أيوة هذا كل منع فيها الإمام مالك من قضية الإفتاء نعم. لما أفتاهم بأن المكره لا يقع طلاقه بهذا الدليل سبحان الله رب العالمين. إذا هو شيخنا يعني هذا الشخص إذا كان هو طبيب أعطاه مثلا جرعة معينة لكن هو زاد عليها، إذا كان هو من باب الخطأ يعني لا مش خطأ هو قصداً. أصبح قصدا أصبح ممكن يتناول فيها لأن تنعش هو تذهب عقله ويستريح بهذا الجانب كما يفعل بعض الناس. هذه قضية من سكر بحرام نعم. فهذه الطلاق يقع يقع عند أكثر العلماء أما المالكية نعم فعندهم يقع. أسأل الله يحفظكم شيخنا بارك الله فيك، انتهى الوقت جزاكم الله خيرا ونسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين ويرزقكم الصحة والعافية. كنتم معنا شيخنا في هذه الساعة وشكرا موصول لكم أحبتي في الله، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي أمان السلام جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.